تجاربك العاطفيه الكتير خلتك مؤهل انك تتكلم عن العلاقات وتعرف احتياجات الراجل في برنامج الستات عايزه ايه. اي نعم بس هي مش عاطفيه كتير يعني. هي بصوا لي كده. بص قبل السؤال وبعد السؤال. طيب انا خطبت 3 مرات ومنهم ويعني في منهم واحده ما خطبتهاش، واللي ما خطبتهاش دي تقريبا هي ممكن اللي تكون اثرت احسن من الثلاثه اللي انا خطبتهم. ندمت؟ انا ما اعرفش لحد دلوقتي اسمها. يعني ما انا لو جيت حكيتهولك انت نفسك مش هتعرفي. لو جيت حكيت لك هتقولي مش ده السبب. انا مش لحد دلوقتي انا ما اعرفش ايه السبب. نصيب ممكن انه خلاص الموضوع انتهى تماما وفي بقى قصه، يعني قصه تانية يعني. مثلت في مسلسل الجماعه الجزء الثاني ولعنه كارما ده فعلا، كلمنا عنهم وقلنا مين اقترح اسمك وشجعك انك تدخل باب الفن. كان واحد انا بحبه جدا وهو شخص عشره عمري يعني اسمه احمد تمام. هو عنده شركه اسمها تركواز وكنتش لسه خدت ورش تمثيل، وهو اللي اقترح الاسم بتاعي على المخرج، وهو اللي قال له. كان داعم ليا جدا. قال لي انا شايفك في حته تانية خالص وما كنتش لسه خدت ورش تمثيل ولا حاجه. مش واخد. قال لي هم يعرفوا يوضبوك ازاي. وقعدت معاهم بتاع 3 ايام كده، عملوا معايا، قعدوا كل يوم يقعدوني قدام الكاميرا يقولوا لي انت هتعمل كذا، هتقول كذا، انت هتطلع لابس شنب. ما كنتش بعرف بقى، انا كنت لسه مش بربي دقني ولا حاجه. لقيت واحد جاي بيقول لي ايه، بيعمل زي سمغ كده على بتاع كده، وراح رايح لزق لي شنب كده. قال لي البس بقى الطربوش بقى كده. رحت لابس. قال لي قدامك الورقه دي بقى احفظها كده ويلا بقى نعمل اداء. فعملت. ما كنتش متخيل بصراحه. هل في شخصيه معينه نفسك تقدمها؟ ضابط شرطه دي لو حصلت هتبقى ان هي الكاركتر نفسه، عشان ما طلعتش ظابط يعني. ف لا 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 واحد لا 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 واحد تربيت ظابط شرطه. فمن صغره نزل كان ماسك في المباحث، لحد دلوقتي ما شاء الله يعني ربنا يزيده. ففي اي حاجه برجع له يعني. فهو عندنا البصه بتفرق يعني. والمواعيد وبعدين انا واختي هو عارف بيعمل ايه يعني. انت لما ممكن يقعد انت تقعد قدامه تقعد تتكلم بتاع 5 دقايق يقول لك انت اتكلمت 5 دقايق مش مقتنع غير بكلمه. فقول لي الموضوع بقى تاني، هنعيده تاني يعني. يخليك تعيد الموضوع قدامه 3 مرات، وال3 مرات لو في مره غير المره الاولانيه لا كده في حاجه غلط. ده شغل مباحث. ما هو ده غصب عنه، هو محطوط في خانه زي دي. شو مسيطر على حياته الشخصيه؟ لا 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 ما فيش. هقول قلت لا انت ده مش صراحه، عيد تاني. ايه اللي حصل امبارح ورجعت متاخر ليه الساعه 4؟ قلت طب انت قلت المره الاولانيه ان انت كنت عند واحد صاحبك، ما قلتهاش المره دي ليه؟ هو صاحبك مشي مثلا وما رحتلوش؟ لا ما اصل نسيت، يبقى تاني هتعيد. فانت هو مركز. خدت كام قرع في كوم؟ او ماي جاد. نهار اسود. مش بقول لك مصطفى حاطط الاسئله دي. خدت كام قلم حكومه منه؟ طب والله اقول لك على حاجه يا مصطفى، والله عمره ما مد ايده عليا. لكن امي امي وانا صغير امي هي اللي كانت قاسيه جدا. هو كان حنين جدا. امي كانت قاسيه جدا عليا انا واختي، لكن هو كان حنين جدا 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 فوق ما انت ما عمره. بس هو عليه بصه نهار اسود. مش ناوي تكرر تجربه التمثيل تاني؟ هو انا دلوقتي مع دكتور خالد جلال، وفي حاجه في مناسبه كبيره قوي جايه ان شاء الله. الحمد لله كنت من ضمن الاختيارات. وبنحط ايه تسريب اي حاجه بتاخد وقت ليه في هيتبحنا. اصل هو يعني اصل ده سر حربي. بس يعني هي مناسبه، اقرب مناسبه جايه هو المخرجها على المسرح. وهو الحمد لله كنت انا من ضمن اختياراته ان انا باخد معاه ورشه. وهو اشتغل على الراجل ده. دكتور خالد جلال ده راجل خلاني من كتر
ثقتي في اللي هو الدهوني بالورشة. انا لحد دلوقتي معاه لحد سنه ونص، هو هنتخرج ان شاء الله باذن الله الشهر الجاي. انا معاه بقالي سنه ونص. الراجل ده خلاني اثق انه، مع احترامي يعني لكل الناس، مين عمرو اديب، احمد موسى، ما حفظ الالقاب يعني، الناس دي كلها، مين الناس دي كلها، ولا انا شايف نفسي انا رقم واحد في مصر. انا شايف انا اداء وصوتا واذاعيا وتلفزيونيا، انا شايف لا، انتوا خلاص انتوا عايشين على اللي فات، ستوب، احنا جايين بقى خلاص. انا شايف نفسي كده. كل ما اجي اتكلم قدامه يقول لي ما تتكلمش، اسال السؤال وبص، اشتري اكتر ما تبيع. اللي انا بشوفه دلوقتي زعيق وبتاع، ما بقاش حد يتفرج على التلفزيون ليه. لكن انا شايف لا، ناوي طبعا معايا، لا ناوي طبعا، ان هو حسسني انه الناس دي جنب اللي انا درسته معاه اداء وصوتا وحياه الورشه اللي احنا خدناها معاه، لا ده وضع تاني خالص خالص. خلاني احس انه ما فيش حد في مصر، انا شايف نفسي ان انا اللي جاي، وشايف نفسي ان انا اللي هادي احسن من الناس دي كلها، مع احترامي كلهم فوق الراس واساتذه في مجالهم. بس انا لما اجي ابص ما فيش حد بيعلمني منهم حاجه، ما بستفدش. ده يعني ولا برنامج بتتابعه وتكشو بره مصر، لكن جوه انس بخش تابعه جدا، هو من العيله المالكه وهو اللي ساند نفسه وبيجيب الناس، بقولها لك والناس كلها عارفه يعني، ده مش سر حربي يعني، انه كل اي ضيف هو بيجيبه هو بيدفع له فلوس عشان يجي. بس هو لو تعرفي الناس اللي مرنته عشان يبقى بالوضع ده والثبات الانفعالي ده ويسال السؤال وهو ثابت، ده صرف على نفسه $100,000. فانت بقى لما تتفرج عليه هتطلع الفلوس اللي هو درس بيها دي، هتطلعه من الاداء بتاعه ده، انت هتستفيد بيه. احنا هنا لا، انا شايف انه ولا مذيع يستحق الا ما رحم ربي كم واحد انا اعرفهم مصحابي يعني، الا ما رحم ربي. لكن اللي موجودين اللي هم على التوك شو، لا لا، ولا واحد بيتفرج عليه ولا اي حاجه. هم لو في حاجة معينة بمداخلة تليفونية معينة، الوحيد اللي بيعرف يجيب أي معلومة من مداخلة هاتفية هو عمرو أديب، وكان قبله أخوه عماد أديب يعرف يحاور بهدوء. لكن الزعيق والتحقيقات اللي شغالة دلوقتي، لا أنا بقولك أنا شايف نفسي. بس هي الفرصة تيجي، هتيجي إمتى مش عارف، الله أعلم، ممكن تيجي بكرة، ممكن تيجي النهاردة، ممكن تيجي في رمشة عين، ما أعرفش. بس أنا شايف إنه مفيش ولا واحد على السنة. شايف انه لا، عامر طاهر اللي جاي هو اللي هيكون. والله بكلم بجد، هي مش ثقه في نفسي ولا حاجه، بس انا عارف ان هم تفتكر ان ده هامل، دي مشكلته اللي يفتكر كده. بس انا عارف انا هعمل ايه، ارجع للتاريخ وشوف. انا استضفت الشباب النجوم دلوقتي، كنت انا مستضيفهم زمان. ارجع للتاريخ، اسماء جلال، هدى الاتربي، كريم اسامه، مين تاني، الكزبره، والناس دي كلها، نور النبوي، الناس دي كلها انا عدت عليا، عدت من 4-5 سنين قبل ما تطلع. الناس دي كانت معايا، فانا فالتاريخ موجود، فانا عارف انا هعمل ايه. لكن هم طلعوا مين؟ طلعوا الناس وهي نجوم. لكن تعالى بقى ارجع ورا بقى اشوف الناس دي كانت بتقول ايه اصلا قبل كده.